تعليقات الناس كده، وزي ما بقول لكم ان يعني هي شكليات يعني البعض، بس هي مضحكات مبكيات. انا كان نفسي ان احنا بنفس الحرص الشديد نهتم كمان بان مناهجنا التعليميه ما تبقاش كمان متقطعه ومترقعه، انه مدارسنا كمان ما تبقاش كلها ثقوب وكلها متقطعه. كان يجب ان احنا نهتم كمان بان الفصول داخل المدارس ما تكونش علب سردين في تكدس الفصول، او حتى المدارس نفسها اللي اصبحت مهجوره بسبب الدروس الخصوصيه بسبب السناتر. يعني كان يجب ان احنا نهتم بكل ما هو متقطع في التعليم، بكل ما هو يعني مترقع في التعليم، بكل ما هو في ثقوب في العمليه التعليميه. انما احنا ركزنا على بنطلون آية وبنطلون ابراهيم وغيره، يعني مش مشكلة، بس ده امتحان. انا بقعد اتخيل كده ان حد يتقال له ما تدخلش الامتحان علشان بنطلونك فيه فتحات وبنطلون متقطع، وهنا ابراهيم ده مشهد لو بتشوفه في فيلم كوميدي يعني هتقول ايه المؤلف اللي عمل خيال ابن لذينه ده. يعني انا اعتقد صناع الافلام الكوميديه يعني ما المشهد في الواقع فاق خيالهم، مش ممكن. وده مهنه، يعني اللي قاعد ده بيخيط، ده واحد بيستثمر الوضع، يعني عارف كويس قوي ان في هيجي له على الاقل 50 جثه في اليوم يعني او 50 راس. يعني المشكله ان انت بتدخل جوه بتقطعهم تاني، يعني عادي لو شافوك جوه بيه عادي مفيش فيها مشكله، اهم حاجه تدخل بس متخيط، يعني تدخل بيه متخيط عادي، انما جوه ممكن تقطعه وتطلع بيه تاني عادي، يعني لو حد شافك جوه مش هيتكلم معاك. يعني انت جوه المهم ان انت تعدي جوه. تعدي بس. انت بعد حتى بعد كده انت فكيت الخياط. تمام. انت عايش حياتك يا ابراهيم، انت واضح انت ايه؟ انا خدت متاكد، المساله مش باعصابك زي ايه. انا متاكد ان انا هتفصل بعد الحوار ده على فكره. يعني لا اعرفك. لا ما اعتقدش اللواء معانا هو يبقى مصيبه يا جماعه والله، يبقى الحقيقه الثقوب في مكان تاني. يعني لو في طالب علشان يطلع يتكلم عن مشكلته، واحنا بنهتم جدا بالقشور، شوفوا احنا قاعدين مهتمين بالقشور والسطحيات، مع ان في زي ما قلت لكم مناهج تعليم متقطعه لا علاقه لها بالتقدم والتطور الحادث في المجتمع. عندنا مدارس متبهدله قايله للسقوط، ومدارس خلاص ماتت وبنطالب باعاده الاعتبار اليها، لكن اهتمينا قوي واستأسدنا قوي في قضيه البنطلون المقطع. واخلاق الحقه، يعني كأن الاخلاق هتضيع هنا، مش هتضيع من السناتر اللي اصبحت هي اللي بتشكل وعي الناس دلوقتي بما فيها بقى من كل ما يمكن ان تتخيله. يعني هاخد تليفونات بسرعه من مين؟ اميمه، استاذه اميمه من المنيا، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ وائل؟ سلامي لحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. طبعا بعد اذن حضرتك بس تديني فرصتي. طبعا اكيد الكل مصر بتحترم الاستاذ وائل، ده اكيد. اتفضلي. الله يخليك، الله يخليك. بس نمرة واحد حضرتك، الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات. يعني أنا ما بنعملش أقصى اليمين اللي هو النقاب وبعدين آجي لأقصى اليسار اللي هو بيحصل، مع اختلاف حضرتك في احترام جدا لحضرتك ولشخصيتك، ولو قلت لك مش مني بس. الله يخلي يعني. الله يخليكي، مهما اختلفنا مفيش مشكلة، قولي اللي عندك يا مدام أميمة. مهما اختلفنا يعني، الله يخليك. علونا زمان ان في فرق حتى بين وضع مكياج بالنهار ومكياج بالليل، او لبس بالنهار او لبس بالليل. اولا حضرتك انت ما سمعتش الطرف الثاني قال ايه. ثانيا ده ثقوب في الشخصيه مش ثقوب في البنطلون. كوني ادخل الحرم الجامعي او ده حرم جامعي، يعني زي الجامع او الكنيسه، اني ادخله بهذا اللبس، لا انا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اقبله باي حال من الاحوال. انا كاب وكام وكاخت وكمجتمع. طب انا اسال سؤال لحضرتك عشان ما اضيعش وقتك.
هل حضرتك تقدر تيجي؟ طبعا كل واحد بيلبس برمودة وبيلبس شورت في بيته وبيلبس قميص وبيلبس حاجات كتير، انما هل تقدر تيجي انت كشخص محترم جوه البرنامج ببرمودة والقرضة لبنتك او لزوجة حضرتك المحترمة انها تكون بكده؟ هتقولي لا مراتي شخصية قديمة. الشخصية ملهاش دعوة قديمة او جديدة، لا لا مستحيل. طب خلي آية كده نشوف عقلية. بس انا القضية عندي يا مدام أميمة ان انا في امتحان، بس يعني هنا العقوبة تقيلة قوي، في مادة هتطير، في مادة هتضيع، يعني امتحان، يعني هو ده اللي انا اقصده. انما احنا ناقشنا اللي حضرتك بتقوليه ده وبنؤمن بحق الاختلاف وحرية الاختلاف. اتفضل. احنا بنشوف صور لاهلينا زمان، امي وابويا وعماتي وخالاتي وامات صحابي، لما بيتصوروا في الجامعة بيتصوروا بفساتين قصيرة وبيتصوروا بلبس يعني وصفه غير لائق الايام دي، تمام. وامي كانت بتقول كان في احترام في الجامعات وكان في احترام ما بين الناس وما كانش في حد بيحكم على حد من لبسه ولا بيقول له انت عشان لابس قصير فانت مش محترم وخارج من بيت مش محترم وابوك ازاي شايفك وابوك ازاي ما شافكش. كان الناس كلها بتحترم بعض. فاحنا بدل ما نقول ان في قرار ان احنا ما نلبس، لا، في قرار ان احنا نحترم يعني اختيارات بعضينا، ان احنا نحترم بعض، ان ما حدش يحكم على حد لمجرد لبسه، ما حدش يعاقب حد ولا يمسكها من دراعها لمجرد ان هي لابسه بنطلون، ومحدش يتعامل مع واحده عايزه واحده مش محترمه لمجرد ان هي لابسه بنطلون مقطع من الركبه، مقطع ان هي الناس كلها لابساه، بدل ما نصدر حكم ان احنا ما نلبسش كده ولبسوا يونيفورم معين، لا، احنا مفروض نتعلم ازاي نبقى نحترم بعض ونحترم اختيارات بعض، واللي يتعاقب اللي يتعدى على حريه الاخر، مش يتعاقب اللي لبس. طيب عايزه تقولي حاجه يا مدام اميمه على كلام ايه؟ آية حبيبة ماما، اللي انت بتقوليه أولا احنا حتى احنا كلنا ما كناش محجبين، بس طريقة اللبس نفسها ما كناش محجبين واحنا في الكلية، بس طريقة اللبس، طريقة الشخصية، طريقة اللي انت بتباني بيها في المجتمع ان انت لابسة قصير او مش قصير، لا مش كده، ثقب في شخصيتك مش ثقب في البنطلون، والاستاذ اللي قاعد جنبك برضه ده ثقب في انت، يعني انا عايزة اوصلك حاجه مهمه، عايزه اوصلك حاجه مهمه. انا مش عارفه انت اولا انت كنت بتعملي برامج كنت محجبه، مش عارفه انا ليه رجعتي مش محجبه، يعني انت بتسخري بالمجتمع ولا بتسخري منين؟ مش فاهمه. وبعدين هو انت زعلانه على الامتحان اللي ضاع ومش زعلانه على شخصية كاملة بتضيع. لا انا زعلانة ان في حد تعدى عليا في حرم الجامعي ومسكني من ايدي وكلمني بطريقة غير محترمة، والبنطلون اذا كان في ثقب كبير او ثقب صغير فده ما يدلش ان انا عندي ثقب في شخصيتي، ده كلام مش مظبوط تماما. كل واحد بيختار اللبس اللي هو عايزه، المجتمع والعالم كله بتتطور مع شكل اللبس، مع شكل اي حاجة. فانا مش هكبر، انا مش هكبر ان انا البس حاجة مش عايزاها عشان الناس تحترمني. ما يعني هنا صندوق عليك بتقولي ان ماده ضاعت، انما يعني هل تعتقد ان الاخلاق هتضيع بسبب البنطلون بسبب قطع عند ايه كده، فالاخلاق ضاعت والتعليم ضاع والتربيه ضاعت؟ طب ما هي دي جزء برضه من الضياع حضرتك، دي جزء كبير من الضياع، ان هي هتعلم بنات صغيرين في اعدادي وفي ابتدائي ان يروح المدارس بالشكل ده، اني انا عندي الحريه اني اروح بالشكل ده، لا، انا في مجتمع تعليمي ماليش الحريه اني انا اروح طب انا سالت سؤال حضرتك ليه مش راضي ترد عليا؟ هل انت تقدر تيجي بشورت في البرنامج؟ لا يا يا هنا بس يا مدام اميمه، يعني هنا خليني، انت بتتكلمي على ضوابط لبس متعلقه بالعمل، هي ضوابط لبس متعلقه بالجامعه ده مستقل، بعض ممكن يشوف ان في لبس تاني يمكن يكون اكثر فجاجة، يعني في لبس تاني مش بس البنطلون المقطع، يعني لو عملنا الحكاية بالاضافة اللي انا بقول خلونا كمان مش الشكل بس يا جماعة اللي نهتم بيه، انا عايز كمان تعليم مناهج تعليمية مش متقطعة، وانا عايز نفس الحماس ونفس الغيرة الشديدة تبقى مدارسنا مش متقطعة ومش متبهدلة. ابراهيم انت عندك ثقوب في شخصيتك زي ثقوب في بنطلونك مدام اميمه بتقول ده سكوب. يعكس الثقوب في الشخصيه اربع ثقوب بخمسه جنيه خمسه جنيه مش بالشكل والله خالص، يعني كمان انا اللبس ده ما زيتهاش بيه، يعني عم بتقول ثقوب في شخصيه ومش شخصيه، انا هي اتعاملت معايا طيب عشان تقول شخصيتي فيها ثقوب عشان لبسي خالص على فكره والله.
فانا طيب. شايف ان انا دي حريه لبسي يعني انا مرتاح كده بس مش يعني مش قوي خد يعني خد منك كام الكشك 20 جنيه عارف عارف عليها ضيق قريب ان شاء الله طيب هطلع هاخد بس تليفون قبل ما اطلع فاصل مين استاذ